لويين 23. وقال الرب لموسى: وصي ولاد إسرائيل، هي دي المواسم بتاعتي والأعياد بتاعتي اللي تعلنوها احتفالات مقدسة. 6 أيام تشتغلوا، أما اليوم السابع فهو سبت راحة واحتفال مقدس، ما تقوموش فيه بأي عمل، لكن يبقى سبت راحة للرب مكان ما تسكنه. هي دي مواسم الرب والاحتفالات المقدسة اللي تعيدوها في أوقاتها. في اليوم 14 من الشهر الأول بين العشيين يبقى فصح للرب، وفي اليوم 15 من الشهر ده يكون عيد الفطير للرب، فتاكلوا فطير 7 أيام. في اليوم الأولاني يبقى ليكوا احتفال مقدس تتوقف فيه كل الأشغال، بعدين تقربوا محرقات للرب طول 7 أيام، وفي اليوم السابع تقوموا حفلة مقدسة تتعطل فيها كل الأشغال. وكلم الرب موسى وقال: وصي ولاد إسرائيل وقول لهم: لما تدخلوا الأرض اللي حمنحها ليكوا وتحصدوا الغلات بتاعتها، تجيبوا أول حزمة من الحصاد بتاعكوا للكاهن، فيقدم الكاهن الحزمة في اليوم اللي بعد يوم السبت قدام الرب عشان يرضى عنكوا. ويوم تقديم الحزمة تقدموا خروف سليم عمره سنة محرقة للرب، مع 20 دقيقة معجون بالزيت حوالي 5 لتر، ولع للرب عشان تنالوا رضاه. وكمان تقدموا كبة ربع الهين من الخمر حوالي لتر. ما تاكلوش من الغلة الجديدة، لا دقيق مخبوز ولا فريك ولا سنابل قمح خضراء، لحد اليوم اللي تجيبوا فيه قربان إلهكو، فتبقى دي عليكو فريضة دايما جيل ورا جيل. بعدين تحسبوا 7 أسابيع كاملة ابتداء من اليوم اللي بعد السبت اللي تجيبوا فيه حزمة التقديم، فتحسبوا 50 يوم لحد اليوم اللي بعد يوم السبت السابع، بعدين تقربوا تقديمة جديدة للرب. فتيجوا من بيوتكم بعيش تقديم رغيفين مقدارهم 20 دقيق حوالي 5 لتر، مخبوزين بخمير، فيبقوا أول حاجة للرب. وتقدموا مع العيش 7 خرفان سليمة عمرها سنة وطور واحد وكبشين وكبة خمر، فتبقى كلها محرقة وولعة رضا وفرح للرب. وتقربوا تيس واحد من المعيز ذبيحة خطية، وخروفين عمرهم سنة ذبيحة سلام، فيقدمهم الكاهن قدام الرب مع عيش أول حاجة والخروفين، فتبقى مقدسة للرب نصيب للكاهن. وتخصصوا اليوم ده نفسه عشان يبقى احتفال مقدس ليكو تتعطل فيه كل الأشغال، فتبقى عليكو فريضة دايما مكان ما تسكنوا جيل ورا جيل. ولما تحصدوا حصاد غلتكو سيبوا زوايا الغطام بتاعتكو مش محصودة، وما تلقطوش كل اللي يقع منها على الأرض، لكن سيبوه للمسكين واللي بيعدي الطريق، أنا الرب إلهكو. وقال الرب لموسى: وصي ولاد إسرائيل وقول لهم: يبقى لكم اليوم الأول من الشهر السابع يوم عطلة، فيه تحتفلوا احتفال مقدس، تنفخوا فيه بالأبواق، تتوقفوا فيه عن أشغالكم، وتطلعوا تقديمات محرقات للرب. وقال الرب لموسى: ويكون اليوم العاشر من الشهر السابع يوم كفارة، تحتفلوا فيه احتفال مقدس وتذللوا أنفسكم وتقربوا محرقات للرب، وتتوقفوا فيه كمان عن أعمالكم، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم قدام الرب إلهكم. وكل نفس ما تتذللش في اليوم ده تتقطع من بين شعبها، وأفني كل اللي ما يتوقفش عن شغله في اليوم ده. إياكوا تقوموا بأي عمل، هي فريضة دايما عليكوا جيل ورا جيل مكان ما تسكنوا. هو سبت راحة ليكوا تتذللوا فيه، فتستريحوا من مثل يوم التاسع لمثل اليوم اللي بعده. وقال الرب لموسى: وصي ولاد إسرائيل إنهم يحتفلوا بعيد الخيام في اليوم 15 من الشهر السابع، يحتفلوا للرب 7 أيام، تتجمعوا في اليوم الأول في احتفال مقدس تتوقف فيه كل الأشغال، بعدين تواظبوا على تقديم محرقات للرب طول 7 أيام، وفي اليوم الثامن تتجمعوا عشان احتفال مقدس تقدموا فيه محرقات للرب وتعتكفوا عشان العبادة، وفي اليوم ده
تتوقف كمان كل الأعمال. هي دي أعياد الرب اللي تحتفلوا فيها احتفال مقدس عشان تقدموا محرقات للرب، محرقة وتقدمة وذبيحة وخمر للرب كل يوم بيومه. فتبقى المحرقات دي علاوة على تقدمات ثبوت الرب، وعلاوة على العطايا بتاعتكو وكل النذور بتاعتكو والحاجات الزيادة اللي بتقدموها للرب. وتعيدوا في اليوم الخمستاشر من الشهر السابع عيد للرب، لأن فيه تجمعوا الغلة بتاعت أرضكو. تعيدوا للرب سبعة أيام فيبقى اليوم التامن عطلة. في اليوم الأول تجمعوا ثمار أشجار تفرح وزعف نخل وأغصان أشجار ورقها كتير وأغصان صفصاف الوادي، وتفرحوا قدام الرب إلهكو سبعة أيام. سبعة أيام في السنة من الشهر السابع تحتفلوا بيه عيد للرب، ويبقى ده فريضة دايما عليكو جيل ورا جيل. فيسكن كل ولاد أرض إسرائيل في خيام سبعة أيام عشان تفتكر أجيالكو أني سكنت ولاد إسرائيل في خيام لما خرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكو. وبالشكل ده بلغ موسى ولاد إسرائيل بأعياد الرب.